سامحني حميدة، جيتك كان بعد الأربعين، أما ماك تعرف كنت في دبي وما سمعت الأخبار الباهي. نعم؟ ما سمعت بالمرحومة، كان بعد مديدة. والله 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 أول ما سمعت جيت نجري. نعرف، ميرسي تتا. تتا؟ إلى محل أنا مازلت مانيش تتا، أما من فمك كي نكتة العسل. فضلك. يزي 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 ودي تتمحلى، شبيك نقص حنانة؟ أوه حميدة شايبو، يا أخي محسوب باش نولي مراية خالو راني. دويو، مراية خالو وصلناها لبقيعتها، وأنا كيما تشوف فيا وليت ترانكوش وشباب. ومانيش ناوي نحصل ونعرس مرة أخرى. يا أخي هو العرس حصيلة؟ تي العرس نص تجي. ونص التركة. أكثر من نص التركة. كيفاش؟ كي يبدا في اللعبة فما ذكر. نعم؟ لله أنا في بالي جبت كل نافي. علي يا خالي؟ عروس تقصب أنا قدامك؟ حشاك ولدي، أما نقصد اللي جبته من صلبي. عندي ما نحكي معاك راس راس. نكملوا حكايتنا في البيرو. أحسن، فضوها على قاعدة. شو حميدة الوحية؟ سامع وين هيزا؟ ريت كيفاش تبرسس شي يطلع منه. قبيحة. يرفسك حميدة. جي كخوا با ميزيو. صار هو الحس هوني غريبة، جمع كل فسالة بيطلع شي سارق. على العارضة، على البار، على البار اللي بجنبه، على الدودان. مصيري نخل الهدف متاعي. لا إله إلا الله، أهلا بيك. صار أنت هوني؟ والله عرفتك الوحيدة اللي بتحس بيا في جبيلي محبس والراز. هات عليك، هات هات، لطف عليك. الله يرحم والديك. تعرف ذاك شنو ناقصه البيرو؟ بوك في الراز يا حنينة يا رقيقة، ملا ذوق عندك. كادو. تعرف ملي قعدت في البيرو ذاي وقعدت نظفته، وانا نعمل يا ربي شنو هو ناقص؟ يا سي طارق شنو هو ناقص بيروك؟ ناقصه كان النوارة ذي من عند النوارة الحنينة. اي ما قلتليش اش تعمل هون؟ شنو سي عبد الحميد ما قالكمش؟ لا لا ما قاليش. ما قالكمش هذايا بيروي؟ بيروك؟ ها؟ ثابت بيروك؟ ها مالا وينك بنتي خير بيرو هذايا ماني خذيته؟ مش الاجراءات الكل والوسي بتاع مدام عزيزة كل نفذها لهنا والاجراءات الكل قوم بهم لهنا. تعرف؟ الله يرحمها وصاتني حتى على شهرية نتاعك انت ما نقصهاش جملة حتى لين معناها تتفضل الامور والدنيا ذيك الكل. لكن حبيت عاد هذاك اللي مازال راهو. هكا تو كلمة وتتقيا اللي راهي تنجم تصير معناها. لا حبيت نذكرك وبرا. اي باه عجبوك؟ خليهم مش بيه حوايجك داخلين بعضهم اليوم. وي وي ديما داخل بعدي ديما كنا حلونيات ان انا كل اطرش في الزفه نولي. ليه لا لازم تشوف بالقدا ترى. اموري واضحه توا الرفيق. هي هكا محلي. حلوه بالموف اليوم. والله مش موف هذا. بالله. كهو شو عندي خدمه انا شو عندي شو عندي. مرحبا بركه. نسيتها. يا لطيف والله كنت حافظها تبدا هكا يا بتي الوارد يا حنان الوارد جو تيام نو جو تيام نو 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 اسمع باش نعملوا قصه من ولي باش البلاد ما يشوفوناش البلاد كامل جايين من هنا يلقوا عليا صوتا يا مريم نحوسوا في الأدغال. شوف
شفتك رسالات اللي عندي. مش بهم خايفين؟ خايفين من اللبه اللي رجعت لهم. ريتا ريتا نورس شو عملت فيا ريتا؟ نورس؟ هي نورس هي عملت كاكا؟ احكي كيفاش شنو هاش؟ البارح في الليل قلبي غم عليا مع مصلي ذكيك متاعي يا اخي انا جيت للكوجين انا باش ناكل حاجه خفيفه هكايا مسقط من برد بها روحي تلفت يا اخي نلقى نورس تتسلى وسكيف حاجه حاجه يا ريت ما تشكي ليش ما تشكي يا ما مثلك شيء ها شو اقعد اي كمل قلت لك تلفت نلقى نورس تتسلوى سكيه في الظلام انا قلت لها شبيك وهي شدتني من شعري تضرب فيه وتضرب فيه وتضرب فيه وتضرب فيه وتضرب فيه بنتي ريتا بنتي ريتا رقبتي ريتا هذه ريتا بالحق هي مجود رما توصل الضربه سبوا شوي بشوي 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 يا سكبانه كيما تقول عزيزه تطلعش انت عملت لها حاجه انا سكبانه اش عملت لها انا ولا ما عملت لها شيء يا بنتي متاكده ما تعرفش انت شويها ما عملت لها شيء قلت لك شو استنى لحظه زريقه تي زرقه كلك هاي يمشي معايا يمشي لا 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 ما نحبش نمشي يا بنتي امشي معايا ما تخافش وعندي القلقان امشي نخاف لا تضربني غادي ما نحبش لا كون فيك اقعد مالك بحذاك اللحم رد بالك يتحرق أنا مشيت لها وتو نرجع. باهي. هات نوريك فيها. شدتنا كيف الليلة كي شدتني من شعري وتضرب تضرب فيا كي وتضرب فيا كي شو رقبتي كيف على بعضها. اللي مكتوم معاها وأنا فيلا في الدار عملوا فيا. حمالي. وي أنت. حسوا قريب اسكت. شوية ركلينا الغضب بابا 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 شو تحلك شخليه بعد ساعة خليه بعد عرفتوا حتى هو الصباح مشوم اللي صبحت عليك حتى وزغة ما استطنعيش بروك مش مدخلني أنا وانتي من الصباح على عصابك نعرفك وش تعرف سبحان الله تيزيلي تبتدس فيها في أنا انتي على عصابك من حكاية الوصية وزيد الفرخة اللي طلع لك من حتى شيء اسمع اسمع كلك ما تقولش على ولدي فرخ اي قل لي ساعة انت ثبت لي هو ولدك عملت كما قال صاحبي تيست اديان وانت عملت تيست لتيسا كي تولدت تيت انا لتيسا هذيك بنتي هما قبل ما تمشي روسي كانت معرسة بي فهمتي كانت معرسة بي فهمتني مو صاحبتي فصعت بي هو لنسى هيفا ما فصعت جيبية هنا طولت عليها المشاور وزيد عزيزة مريضة وما نجيبش نطلقها ومرأة 30 على حالها نجيب لها أجلها قبل وقته هي انت قاعد تصبر في روحك من بيناتنا من بيناتنا يزمك تعمل تيست تلاتيان نعمل تيست تلاتيان هاي نعمل تيست تلاتيان نلعب شنو تقريب عجلة عجلة توا ما نظنش مش وقتك علاش قول انت كيركين توا هاي هبترسك 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 هاي 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 نيشان هاي جيبها حكاية التست بتاع الاديان درولتني هاي كان نعمل الولد هيفا معناها البلاد زادة يزم نثبت فيهم ونعمل لهم تست اش عملنا عاد نقعد نتستيه ونتستيه كلاب فارغ يا حميدة وي هيا هيا تبارك الله عليك والله تبارك الله عليك اسمع حجلة أنا بتنكر في دجاجة عربي بتاع الناس شو يا أبو قلب استنى استنى عاد ما مشوش بلاش خلنا نرجع نهز على الأقل لا هذا اللي نقول عليك عاقله شبيك لاباس منين لاباس منين جاي لاباس علاش اختك مسكينه علاه اختي انا يمنه انا يمنهما شكون اللي شديت فشختها البارح بتريحه فشختها شكون هذه فشختها شو كي كنت نسال فيها ولا تسال فيا سناء ولا لا ساره يا بنتي شنو الحكايه ذا ولا لا سارها تكذب عليك هي ذيك الشحم طلع على المخ درا شنو يعمل لها بالله بالله ورس شحم طلع على المخ ها به هاني باش نشدك انا بالقلقال توا نحلك كعبه العلو اجي لهنا ايه اوه شفما لباس معه
اختك يالا شدت فشخه اختك الاخرى وتوا تتهدد علي تحب تضربني. ولويش العنف هذا الكل؟ اسالها سافا انتوما علاش تحكوا مقبب؟ واحد ما ينجمش يقرا كتابه؟ اختك شدت فشخه اختها تحب تزيد فشخ اختها الاخرى. أوه. علاش؟ متأزمة قالك. تعرفوش حكايه انا فشخت شكون تحب تجي ترانا معايا؟ فاش قام سعيد ومسعوده يتعاركوا تدخل مباركه للحبس عليه بيناتكم اون بلوس سكر البيبه كسر البيبه بناء ولا كيفيه عبد الحميد راجل عتيزه عبد الحميد راجل مريم عبد الحميد فف ها هو تنقول لك المهم هربنا بالدجاجه وكاو ايش من مهم وش من دجاجه وش من كبير تمام خلينا نخليها له زاد استناني شويه ايوه هاو كصفيه طارق الو الو سي عبد الحميد نعم كلمت خاطر تحصرت راه هات شبيه قالك محصور اسمع استر روحك ولدي وحل الشباك واقضي شورك ورد بالك يشوفك شي حد ايديا مش تحصرت كما اللي في مخك يا ودي تحصل شو بيروح بالروح يا عبد الحميد ماك تعرف علاش خاطر انا قفلت عليك الباب انا خاطر ما عنديش فيك ثقه يا سلعاق هاي كيفاش نعمل تو ما تعمل شيء انا باش نبطى شويه وانت يا كامل اخدم خدمه غدوه هكا تو هكاك ترتاح منها وانا نرتاح من وجهك الصبوح بالله باش نسلك هاي تفضل سي عبد الحميد راجل اي سي عبد الحميد وراجل عزيزة وماتت وتوفيت لوح السفير فوق لوح اعطيك وتعلق على الماتر او شيء التليفون سي عبد الحميد يا نايم يا سيد يا كرزة شو تصور وين مشاو سعب الحميد وجعتني يا سعب تصوري وين مشاو صورك مبدل يوم في الكادر خاطر كادر حملته ذهب يجيش راه فضة راه وانت هكا ونوري بلون يا اخي ذوقي هذاك ما تدبرش عليا ننظم في البيرو سعب الحميد ما ننظمش ينظف عرضك اما ما تبسهمش بياهي سامحني سعب الحميد شنو ذاك الفيديك حاجة ما تخصكش بابا شنو صدق حاجة ما تخصكش ايا بابا سيق نظفت البيرو يا ودي لم قرب شكو خرش اوكي ايش تكية عندي هوني شبيك لا 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 نقيس في الضغط هاي سي عبد الحميد هاي قدامي يا قرضة شو بك تلصلص؟ لا شيء سي عبد الحميد قلت لي ماله؟ قلت لك أنا كي نبدأ شيء حاجة نحب نشريها إجبارية لازمني شاورك شوف سي عبد الحميد جيت ما قلت أنت تشري حاجة معناها عندك فاتورات كيف عندك فاتورات معناها عندك حسابات والحسابات أنا داخلهم لك مع بعضهم لي بليس مو هذيك هي اللي حكي كرة أيوة كي تبدأ ما عنديش فاتورة كيبدأ ما عندكش فاتورة كيبدأ ما عندكش فاتورة كيبدأ ما عندكش فاتورة غريبة البنات وينهم؟ اش قلت؟ منين الباب سي عبد الحميد؟ من هوني بابا هاي هاي تفضل ربي معاك زارتنا البركة معك سي عبد الحميد في امان الله اي بابا شد هذه صحيت طوانا مشي ناكل حويجه على خاطر نحس في روحي جيعان هاي باي هبل راجل ولا يحكي وحده الله يرحمك يا امي عزيزه الله يرحمك الله يرحمك ندخل البيرو يا امي شو البيرو ذا سلام مدام عزيزه شنو احوال لاباس شنو امورك كونترات الخليج نتذكر الله يرحمك سي عبد الحميد راجل مدام عزيزة شو الدنيا عرفتك انت واحدك تحب تطلع انت رئيس القائمة وانتخبوك الناس كل شو فاسد ليك بروجرامك ايوه الشعب الكريم
تنتخبوا مين؟ طارق الحلايبي على الورقة الخضر. عجبك شي فشخ فشخ؟ ليلي ليل الطفلة دور تفشخ فيهم؟ ملا والله. لاباس نادرة؟ اش تعمل في بيتي؟ جيت نشوف فدويل ساكن. دويل شكون؟ خير سنة. اش بيك؟ خير خير. ليه عاد؟ يتصلبت. لا هذاك دوب ما يتزلبت. هيا هيا اخرج شنو نحكي لك قصته هذاك. اي شنو؟ الزلبات هذاك. اي 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 والعبيد هاي اش تعملوا لي؟ وشكون هذا زاده؟ وشكون هذا السي عبد الحميد؟ هيفا سي طارق دكتوري. ايوا اللي قدامك يا سيدك سي طارق الخبير في المحاسبه والتصرف في كل املاك هذا المنزل الفخم. يعني هذا اللي بتكلف على التركه بتاع المدام الى ان ياتي ما يخالف ذلك. نتشرف سيدي. يعيشك. سيق. تفضل سي عبد الحميد. خليه مولاي بالتركه هاو. تفضل عزيزي. شنو هذا عزيزتي؟ مبروك. البكالوريا. باش تولي بو. ثبت لي في هذي. ريتو ريتو. اللي جاي في ثنيه وليد. هذايا اللي شبه المساكني. يا شكون 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 بو؟ انت عزيزي. وشكون امو؟ شكون امو؟ ولد الابوة يا بابا. بريمو قال كلمة ارحم والدين والديك. او نسيا ولا لوح. او سامحني. ماكس يا عبد الحميد لاباس؟ لا 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 عندي شوية فارج. قلت لي ما هو ابوها وعادي. عادي؟ انت عادي؟ نرمال. مالا جمعية سيدك؟ جمعية. ريتا ريتا نورس شو عملت فيا؟